رجعنا مع حضراتكم وفقره مميزه جدا جدا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي الدكتور محمد سراج. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل على حلم، مش حلم جماهير النادي الاهلي بس هنا في مصر، لكن حلم جماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في العالم كله، استاد النادي الاهلي. طبعا يعني اكيد ده حلم يعني ملايين جماهير النادي الاهلي، واحنا برضو موضوع الاستاد ده كان من ضمن البرنامج الانتخابي بتاع عائله النادي الاهلي، واقدر اقول ان احنا شغالين عليه، يعني شغالين عليه بشكل قوي الفتره اللي فاتت، اشتغلنا عليه وما زلنا شغالين عليه. لكن احنا هنقول برضو حاجه، ان احنا زي ما كنا بنتكلم في موضوع الجراج وان احنا كان حلم قعد سنين متاخر، مع ان هو ممكن يبان انه بسيط يعني مش مشروع ضخم يعني، لكن كان واقف بسبب يعني موافقات وجهات معنيه بتجيب منها موافقات وخلافه. الاستاد برضو نفس القصه، يعني احنا برضو الاستاد بالنسبه لنا، يعني عشان نستعرض الموضوع من البدايه، كابتن محمود الخطيب حطه في الاولويات، ولما جينا حتى عملنا قصه استاد السلام فاحنا عملناها. كانت خطوه حلوه برضو يا دكتور، كانت خطوه حلوه. عضو اللجنه اللي كانت بتشرف على تجديدات استاد السلام. بالزبط. عايز